السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله نويت أحكي لكم أو أتكلم معاكم بصوت عالي النهاردة في مشكلة حصلت مع واحد أو اتنين أعرفهم معرفة شخصية عشان الناس تبدأ تتجنب نوعية المشاكل دي. النهاردة هنتكلم حاجة تخص النزول بالرتشفوتة بتاع تجديد الإقامة اللي هو وصل تجديد الإقامة. اللي حابب يتابعنا إن شاء الله ويتعرف على نوعية المشاكل اللي ممكن تواجهك وأنت خارج من مطار إيطاليا وتنزل أجازتك وأنت في وقت التجديد بتاع الإقامة يتابعني إن شاء الله، هشرح لك بتفاصيل كم نقطة مهمة كده جديدة لازم تاخد بالك منها. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا في مشكلة حصلت مؤخرا مع صديق ليا أعرفه شخصيا، إن هو نزل بالإقامة آسف نزل بالوصل تجديد الإقامة إنه كان بيجدد الإقامة بتاعته ونزل بالرتشفوتة مع الإقامة المنتهية الأصل. وده طبعا زي ما معروف وزي ما هو يعني زي ما نسمع وزي ما احنا قرينا قبل كده، ودي حاجات كانت مكتوبة على مواقع بتاعت البوليسيه الستاتو اللي هي الخاصة بالكستورة اللي كانت بتقول ان عشان يحق لك النزول بالرتشفوتة لازم تنزل بالرتشفوتة مع الإقامة نفسها. وده طبعا حاجة مهمة جدا عشان وانت خارج حتى لو لا قدر الله ضاعت منك الإقامة نفسها وعملت محضر وانت حاولت تجدد، ففي ناس جذفت ونزلت بوصلة تجديد الإقامة وقابلتها مشاكل في العودة في مطار القاهرة أو في مطار مصر. النهاردة تحديدا هكلمكم على نقطة مهمة جدا خد بالك منها تحديدا عشان تعرف ايه نوع المشكلة اللي ممكن تواجهك لا قدر الله لو انت اتخذت الإجراء ده. في ناس كتيرة جدا متخيلة ان الوصل بتاع تجديد الإقامة او الرتشفوتة ملوش صلاحية، طبعا لانه مش مكتوب عليه تاريخ اسكادنسا، وبالتالي هو متخيل ان وصل تجديد الإقامة ده مفتوح او ملوش تاريخ صلاحية. لكن حصل مشاكل كتيرة جدا مع ناس، وفي ناس اعرفها شخصيا مؤخرا حصل معاها نفس المشكلة ديت، وهو ان وصل تجديد الإقامة صالح لمدة سنة فقط من تاريخ التقديم. بمعنى صح حضرتك لما بتجهز الكيت بتاع وصل بتاع تجديد الإقامة وتروح تدفعه في البوسطة وتدي لهم الكيت ويدوك الرتشفوتة أو الوصل بتاع تجديد الإقامة من التاريخ اللي أنت استلمت فيه الوصل ده صالح لمدة سنة خارج الأراضي الإيطالية. حضرتك قعدت في إيطاليا سنة أو سنة ونص أو سنتين اتنين طبعا مش هيقدروا يقولوا لك سقط أو ما سقطش، لأن كده كده الملف بتاعك عندهم وهم اللي لسه ما خدوش قرار. لكن للأسف إن وصل التجديد ده له مدة صلاحية وهي سنة، يعني بمعنى أصح لو عدى عليه أكتر من سنة فهو غير صالح للاستخدام خارج الأراضي الإيطالية. ودي بقولها مش عن قراية أو عن معلومة قريتها على مواقع الخاصة بالحكومات الإيطالية، ولكن دي عن واقع خبرة من ناس خاضت التجربة وللأسف حصل معاهم المشكلة دي. فدايما احنا دايما بنحاول نتعلم او اشرح لكم الاخطاء اللي بتقع في اللي بيقع فيها الاخطاء الغير عشان نقدر نتجنبها. فانا المعلومه ديت طبعا انا كنت اعرفها من فتره بسيطه، لكن طبعا ابتدت تتطبق واعرفها او اسمعها من اشخاص شخصيا اتصلوا عليا وقالوا لي ان تم منعنا من السفر بسبب ان وصل الاقامه، قالوا لهم ان وصل الاقامه انتهت صلاحيته. طبعا دي كانت مفاجاه بالنسبه لهم. فدي نقطة اللي أنا حبيت إن أنا أشرحها لكم النهاردة، تاخدوا بالكم قبل ما تنزل من إيطاليا اتأكد إن فترة عودتك وإنت راجع من مصر إن ما يكونش عدى سنة على استخراج وصل التجديد اللي هي رتشفوتة. وبالتالي إنت استلمت مثلا وصل التجديد ده أو قدمت يوم 1/3/2020 فتعرف إن من التاريخ ده الرتشفوتة صالحة لمدة سنة. وبالتالي المفروض لو انت هتنزل مثلا في شهر 2، ما تخيلش بقى ان انت في شهر 2/2021 مثلا، يعني بعدها بحوالي 11 شهر تنزل تقعد شهرين 2 وتفكر ترجع تاني، هيكون عدى عليها اكتر من سنة وبالتالي هيمنعوك من السفر. فانت اعمل حسابك ان الفترة اللي انت هتنزلها مصر وانت راجع تكون الوصل التجديد اللي معاك ده ما يكونش مر عليه اكتر من سنة، والا هتقف في مطار القاهرة وهتتمنع من السفر. فدي نقطة حبيت ان انا اشرحها لكم، وطبعا زي ما قلت لكم ان هي دي من واقع خبرة حصلت او من واقع اخطاء ناس وقعت فيها. فدي المعلومة اللي انا كنت حابب اشرحها لكم النهاردة في الفيديو ده. وبما ان اتكلمنا على الرتشفوتة فهنتكلم على بندين كمان يخصوا وصل تجديد الاقامة، وهما كالاتي. اول حاجة قلنا دايما احذر انك تنزل وانت مقدم على دوماندا ديسكوباتسيوني او اللي هو طلب البطالة او طلب عاطل عن العمل زي ما هو معروف ما بيننا. طبعا المشكلة ان في ناس كتيرة جدا برضو ما تاخدش بالها من نقطة معينة، وهو ان طلب البطالة ده هما بيدفعوا لك فلوس مقابل ان حضرتك موجود في الدولة اصلا بتدور على شغل، ومتاح ليهم في اي وقت ممكن يتصل عليك ويقول لك تعالى احنا لقيناك شغل. فمعنى ان يكون خارج الاراضي الايطالية فالمفروض لا يحق لك انك تاخد طلب البطالة. طبعا في ناس بتستسهل او في ناس بتقول لك انا هنزل كده كده مش هيتصل عليا ولا انا كده كده هلاقي شغل فانزل تقضي اجازتك براحتك وترجع. طبعا في ناس كتير يعني عملت الحاجات ديت وفي ناس ما اتضرتش من الحاجات ديت،
وتقريبا انا ما سمعتش ولا واحد ضر من ان هو رجع، لا الضمان ده موقفين له او عاملين له مشكله والكلام ده كله. لكن احنا بنتكلم المره دي في الصيغه القانونيه، او القانون بيقول ايه؟ ان المفروض حضرتك لو بتاخد طلب البطاله فالمفروض تكون متواجد داخل ايطاليا، فالمفروض انك اصلا ما يحقش لك انك تاخد فلوس الاعانه بتاعه البطاله وانت خارج الاراضي الايطاليه. كمان اصلا ان في اصلا يعني عشان تكونوا عارفين ان اصلا ما يحق لك انك تاخد الاعانه واثناء حجزك في المستشفى، يعني لو فترة البطالة اللي انت بتاخدها مثلا واخد 6 شهور او سنة، وفي النص مثلا اتحجزت في المستشفى لمدة 2 شهر، المفروض ان انت بتبلغ الامبس عشان الفترة دي بتنقطع وما يدوكش فيها فلوس، وبعد كده بتنضم لك لما تخرج من المستشفى. فدي نقطة مهمة تاخدوا بالكم منها. النقطة الأخيرة والنقطة الثالثة برضو، إن خد بالك قبل ما تنزل وأنت بتجدد الإقامة بتاعتك، تتأكد قبل ما تنزل إن فعلا صاحب العمل اللي أنت متجدد عليه بيدفع لك الكونتربوت، لأن ممكن لا قدر الله مثلا أنت ممكن تنزل بالريتشفوتة بتاعتك الإجازة بتاعتك تقعد شهر أو 2 أو 3، وفي الفترة البسيطة ديت ممكن الكستورة تبعت لك ريكومندات تقول لك إنك تم رفض الطلب، لأن أصلا صاحب العمل اللي أنت مقدم عليه إما كان عامل لك عقد فالسو أو مش بيدفع لك كونتربوتي أو في مشكلة في الشركة بتاعته، وبالتالي هات لنا ورق جديد أو عقد عمل جديد. فطبعا لو المشكلة دي واجهتك وأنت داخل في مطار إيطاليا وتم كشفها، فهيمنعك من دخول إيطاليا وهيقول لك غادر إيطاليا ويرجعك على الطيارة ترجعك بلدك تاني، ويقول لك من هناك روح بقى قدم عقد جديد وخد لك تأشيرة إعادة دخول، وطبعا هتحط نفسك في مشكلة ومتاهة كبيرة جدا في أنت في غنى عنها. فلازم تاخد بالك من 3 نقط اللي انا ذكرتهم دول عشان تأدي أغراضك بأمان وترجع تاني لشغلك وحياتك اللي انت مرتب عليها او مرتب نفسك ليها بقالك فترة طويلة في الغربة. اتمنى ان انا اكون ضفت لكم معلومه جديده. وقبل ما انهي الفيديو بس هقول لك معلومه صغيره، ان فتره النزول بالريتشفوتا موجود خارج الاراضي الايطاليه، اول حاجه عشان تخرج لازم يكون الطيران مباشر. طبعا في ناس كتير هتقول لك لا ده انا خرجت مش مباشر ونزلت عملت ترانزيت هنا والكلام ده كله، انت ربنا سترها معاك. لكن احنا بنقول القانون بيقول ان لو حبيت تغادر الاراضي الايطاليه بواسطه تجديد الاقامه لازم تغادر من المطار وترجع من نفس المطار على ان يكون الطيران مباشر، يعني المفروض تغادر ايطاليا وترجع لايطاليا مباشر. ده اللي مذكور في القانون او القانون اللي موجود على موقع البوليسيه دي ستاتو. في ناس سالتني مده البقاء خارج ايطاليا بوسط الاقامه هو المعترف به هم 6 اشهر، مده لا تزيد عن 6 اشهر. لكن كنت سمعت خبر كده كان اتنشر على الفيسبوك، بيقول واحد بيقول ان انا اتمنعت من الخروج من مصر لان القانون اتعدل واصبح مدة لا تزيد عن 3 شهور. المعلومة دي ليست مؤكدة، مجرد ان انا سمعت. عموما دايما احنا بنسمع المعلومات اللي بنسمعها جديدة، في طبعا منها شائعات وفي منها الحقيقية. لحد وقتنا هذا لم يثبت ما يدل على الكلام اللي ذكر على التواصل الاجتماعي ان فترة بقائك بالريتشفوتا مدة لا تزيد عن 3 شهور هي المدة المعترف بها 6 اشهر. عموما دايما بنقول يا جماعه اللي عايز ياخد معلومه صحيحه يسال فيها المقر او المبنى او المنشاه اللي انت قدمت فيها، هم دول اللي هيفيدوك لان هم دول اللي هيلجأوا ليها عند السؤال. يعني لو حضرتك اتمنعت في مطار القاهره مثلا لاي سبب من الاسباب، فانت تقول له لا ارجع للكستوره اللي مديان الاقامه او مديان الوصل، هم قالوا لي ان انا من حقي ان انا ارجع واعمل كذا كذا، وبالتالي مطار القاهره عنده احقيه التواصل مع السلطات الايطاليه، وبالتالي بتصل على الكستوره اللي انت مقدم من خلالها، وهم اللي بناء عليه بيقرروا يقول لك اه فعلا الراجل ده من حقه يرجع او ما يرجعش. وبالتالي حضرتك قبل ما تمشي ممكن تحول او تروح للكستوره اللي انت مقدم من خلالها وتاخد منهم المعلومه الاكيده. ويفضل لو الراجل اللي هناك قال لك المعلومه بتقول او القانون بيقول كذا كذا كذا، قول له لو سمحت اديني الرابط اللي مكتوب عليه المعلومه دي عشان اطبعها واخدها معايا واوريها للناس اللي موجوده في المطار عشان ممكن حد يوقفني. وبكده انت هتكون خدت المعلومه من المكان الصح، ما تاخدهاش من واحد بيتكلم انا بتكلم وغيري بيتكلم وغيري بيتكلم. احنا هدفنا في الاول وفي الاخر ان احنا بنساعدك، بس في الاول وفي الاخر ربما نصيب او نخطا، المعلومه الاساسيه خدها من المكان الصح. لكن الهدف من الفيديو ده انا دايما بحاول ان انا احكي تجارب الاخرين عشان المشاكل اللي وقعوا فيها نحاول احنا نتجنبها بقدر الامكان. عموما اتمنى كل المعلومه اللي انا حبيت اوصلها لكم وصلت لكم النهارده بوضوح، واللي عنده اي استفسار ممكن يسيبه لي في التعليق ان شاء الله وانا احاول ارد عليه في اسرع وقت. اشكركم واترككم في رعايه الله وامنه، كان معكم احمد ابو عمر، السلام عليكم.